وسط المجلدات وأمهات الكتب بحثت عن تاريخ العمارة الإسلامية التي لم تسر على نمط واحد، ولكنها تعددت بتعدد الحكام والسلاطين وتنوعت أشكالها من عصر لآخر. هو قيمة أثرية وقبلة علمية، شهد كمدرسة لتدريس المذاهب الأربعة، هو ضمن مجموعة معمارية بتحمل اسم منشئهم، وصف بالمتدين ومحب الأهل العلم وأهل الدين والعلماء، هو فاتح جزيرة قبرص. نحن الآن بين إوانات مدرسة ومسجد الأشرف بريسباي، المدرسة الأشرفية الأمير الفهد. يقع هذا المسجد بشارع المعز لدين الله، وقد بدأ الملك الأشرف بريسباي في إنشائه سنة 826 هجرية 1424 ميلادية، وقد فرغ من بنائه عام 829 هجرية الموافق عام 1425 ميلاديا، وهي السنة التي فتح فيها قبرص، وبعدها اكتملت مدرسته عام 831 هجرية. هو ثامن السلاطين الجراكسة للدولة المملوكية الجركسية. اتولى السلطنة سنة 825 هجرية. لكن في شيء مهم لازم نقوله، إن دائما التلميذ النجيب يقلد أستاذه، فهو تلميذ السلطان الظاهر برقوق، والسلطان الظاهر برقوق كان من أعظم سلاطين الدولة المملوكية الجركسية، وبالتالي كان تلميذه السلطان الأشرف سيف الدين بريسباي من أعظم تلاميذ السلطان العظيم برقوق. اتولى السلطنة سنة 825 هجرية، وبدأ في بناء هذا المبنى العظيم الفخم، المسجد والمدرسة أو المدرسة الأشرفية المنسوبة إلى السلطان الأشرف سيف الدين بريسباي. وهذا المكان له عبق تاريخي وعبق علمي. أسس المسجد والمدرسة السلطان المملوكي الأشرف سيف الدين بريسباي، الذي كان أحد مماليك السلطان الظاهر برقوق، والذي أعتقه ثم تدرج في الوظائف حتى تولى كرسي السلطنة عام 825 هجرية الموافق 1422 ميلادية. تولى السلطنة سنة 825 هجرية، إلا أنه بدأ في السنة التالية مباشرة، وهي سنة 826، في إنشاء هذا المبنى العظيم الفخم، مسجد ومدرسة السلطان الأشرف بريسباي. السلطان الأشرف سيف الدين بريسباي هو السلطان رقم 32 في ترتيب سلاطين دولة المماليك، والثامن في ترتيب سلاطين دولة المماليك الجركسية، ويعد من أعظم السلاطين، فعلى يديه تم فتح جزيرة قبرص. هنجد أنه في هذه اللحظات حدث هجومات متعددة من الفرنجة أو من الصليبيين على الشواطئ الشامية والشواطئ المصرية، فبنجد همة هذا السلطان العظيم أنه بيكون جيش كبير وبيهاجم السفن
الفرنجة أو السفن الصليبية في شرق البحر المتوسط، وليس هذا فقط، بل يستطيع أن يغزو الفرنجة في عقر داريم وهي جزيرة قبرص، وتصبح جزيرة قبرص بحكم أو في عهد السلطان الأشرف برسباي تابعة للسلطنة المملوكية المصرية. تتكون المدرسة من شكل مستطيل بخلاف مساحة ملحقاتها الأخرى زي السبيل والكتاب والمكتبة والضريح وسكن الطلبة. هذه المدرسة العظيمة استغرق بناءها 3 سنوات، وافتتحت سنة 831 هجرية. يتكون الجامع من صحن مكشوف تحيط به 4 إيوانات على نظام المساجد ذات التخطيط المتعامد، وألحقت به المدرسة بهدف تدريس المذاهب الإسلامية 4. وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد والمدرسة على شارع المعز لدين الله الفاطمية. هذه الأروقة 4 كانت أنشئت خصيصا لتدريس المذاهب الفقهية 4، مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وهو المشهور بالمذهب الحنفي، ومذهب الإمام مالك بن أنس وهو المشهور بالمذهب المالكي، ومذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي وهو المشهور بالمذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو المشهور بالمذهب الحنبلي. وهذا يعطي دلالة على عقلية أو السعة المعرفية للعقل المصري. وصف المؤرخون برسباي بأنه رجل متدين متمسكا بأمور دينه يؤدي فرائضه، وكان يحب تلاوة القرآن والمقرئين. على جانبي المحراب يوجد أعمدة لها تيجان وقواعد رومانية الشكل، والمحراب مكسي بالرخام الملون، وبجوار المحراب يوجد المنبر المصنوع من الخشب المطعم. كان محباً لقراء القرآن الكريم، محباً للعلماء، محباً للمقرئين، محباً لفعل الخير من خلال إنشاء السبيل ومن خلال إنشاء منشآت خيرية عديدة. كان محباً لحج بيت الله العتيق وبيت الله الحرام، لدرجة أنه كان يحث أقرباءه على زيارة وعلى حج بيت الله وعلى عمرته، وكان محباً لإصلاح المساجد لدرجة أنه بلغ بإصلاحهم البيت الحرام والمسجد العتيق في مكة المكرمة، حفظها الله وحفظ الله مصر وأهلها. يمين المدخل توجد مئذنة المسجد لها قاعدة مربعة تشتمل على 3 دورات، الدورة الأولى منها مربعة والتانية اسطوانية والتالتة تتكون من أعمدة رخامية. على نفس الطراز المعماري يوجد مسجدان آخران يحملان نفس اسم المنشئ الأشرف برسباي، واحد منهم موجود في صحراء المماليك اللي هي أرافة المماليك، والتاني موجود خانكا بمدينة الخانكا، كلها بتنطق بحسن الجمال وروعة العمارة.